حج العديد من الصيادلة من مختلف مدن المملكة قصد أمام مقر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب قصد الاحتجاج على عدم شرعية المجالس، بحيث أنه آخر تاريخ تم تنظيم انتخابات فيه للمهنة هو 31 غشت 2015، ظاهر 76 محدث للهيئة الوطنية يقول في مادتي 7 والمادة 28 أنه وجب على المجالس الجهوية تجديد نصف أعضائها كل سنتين مع تنظيم انتخابات شاملة كل 4 سنوات، في حين أنه في 2017 لم يتم تجديد نصف الأعضاء، وفي 2019 لم يتم تنظيم انتخابات إلى يومنا هذا، مما جعل هذه المجالس في وضعية غير شرعية، ومما يؤثر سلبا على المهنة ككل. كيف ذلك؟ هو أنه اليوم وزير الصحة يعتبر المجالس الجهوية والهيئة الوطنية غير قانونية، لا شيء، لأنهم لم ينظموا انتخاباتهم، وبالتالي لا يستقبل أي تمثيلية عن المهنة، في حين أن المهنة لديها عدة تحديات أهمها هو المشروع الملكي للحماية الاجتماعية. لنحن كصيادلة منخرطون ومطالبون بإنجاحه، لكن مع كامل الأسف لم تعطى لنا الفرصة مرة أخرى لتقديم مقترحاتنا قصد ضمان سيرورة وإنجاح هذا الورش الملكي، لا شيء، لأنه المجالس ديالنا غير شرعية. ليس لديهم أي مبرر، المبرر ديالهم هو حب الكراسي، لا شيء إلا حب الكراسي. راسلناهم مرارا وتكرارا، راسلنا وزير الصحة، وزير الصحة بدوره راسل المجالس قصد تنظيم انتخاباتهم، لكن لا زالوا يتعنتون. هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم نحن نطالب بعد تعنت المجالس في تقديم استقالتهم وتنظيم انتخاباتهم، نطالب السيد وزير الصحة بالتدخل واستعمال المادة 13 من ظاهر 76 اللي كتقول لك بأنه يمكن للوزير حل المجالس مع تعيين لجنة خاصة مؤقتة يعهد إليها تنظيم انتخابات في مدة لا تتعدى 3 أشهر كما ما هو منصوص عليه في المادة 13 من ظاهر 76. ولا يخفى عليكم أن عدم تنظيم مجالس الهيئة للانتخابات قد أضعفها وأفقدها مصداقيتها، متسببا بالتالي في تعطيل مصالح الصيادلة، ما زاد المهنة تخبطا وضياعا نظرا لغياب ممثل شرعي للهيئة كما ورد على لسان السيد وزير الصحة بنفسه.